عايشة في الركن البعيد الهادي وبتمارس هوايتها في الصيد وبتقرأ كتب في علم الطاقة والنفس، وولادها بيزوروها من وقت للتاني، والكلاب في البيت هم صحبتها. الوجه الآخر للفنانة رغدة، أين اختفت حبيبة أحمد زكي بعد مراته هالة فؤاد؟ يا ترى ايه تفاصيل حياة الفنانة رغدة بعد اختفائها من 5 سنين فاتوا؟ هل اعتزلت التمثيل بشكل نهائي ولا ممكن تفاجئنا وتشتغل من تاني؟ ايه اللي حصل بينها وبين عادل امام في التليفون في الفترة الاخيرة؟ وهل فعلا هتكتب مذكراتها؟ وهل ممكن حد يجسد سيرتها الذاتية؟ وايه هي ابرز هوايتها في فترة الاختفاء؟ تعالوا بينا في الفيديو ده اقول لكم تفاصيل الحكاية. اختفت وعايشة حياتها زي ما تحب، وكل حكايتها إنها اختفت علشان تكتشف نفسها. اختلت بنفسها وبتقرأ قرآن ورفقة البحر، وقرت كتب كتير في كل المجالات، أدب على تاريخ على علم نفس وشعر، بس في كل ده ما جابتش سيرة الاعتزال خالص. رغدة لا اعتزلت ولا قالت هتعتزل، وعايشة حياتها، ووقت ما تشوف إن في شغل مناسب هتشتغل. الدنيا ما تستاهلش نزاعات، وبدأت تشوف العالم من وش تاني، عايشة في سلام. غايبة من 4 سنين وشايفة الدنيا بقت شرسة ومتوحشة، خدت بالها إنها بشر بتحس بكل حاجة حواليها، بس ما بقتش قادرة على الصمود خلاص. تعبت من كل اللي بيتقال في بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، وبقت تقول شر البلية ما يضحك، وكأنهم قاصدين يستفزوا الفنانين بطريقة مش طبيعية، وقررت إن أي حد يقول عليها كلمة هترد عليه، وده علشان تطبق الآية اللي بتقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دايما رغدة عندها هوايات كتير، زي انها بتمارس الكتابة كل يوم الصبح، وطقوسها اليومية بتكون على حسب الحالة ومشغولياتها. كانت عايشة لوحدها 2 سنين ومش بتتكلم مع الناس في الفترة اللي انتشرت فيها الكورونا، ودي اللي عملت لها قلق زي اي فيروس، بس ما لقتش قدامها غير الكتب تقرأ فيها. ولادها بيزوروها من فترة للتانية، وبتمارس هواية صيد السمك، وبتربي الكلاب في بيتها، وعايشة في ركن بعيد قريب من البحر اللي بتحبه علشان حياتها تبقى أحلى. رغدة ملهاش أصحاب كتير في الوسط الفني، بس بتكلم اللي من جيلها وما تقدرش تستغنى عنهم. وزعلت قوي لما ما جاتش جنازة دلال عبد العزيز وسمير غانم وقبلهم رجاء الجداوي، علشان وقتها كانت في سوريا والمطارات مقفولة. لكن عادل إمام حاجة تانية، كانت بتكلمه في التليفون بس فجأة كل أرقامه اتقفلت ومبقتش عارفة توصله، ولا حتى عن طريق ولاده رامي ومحمد، وبتتمنى في يوم من الأيام تطمن عليه وتشوفه، علشان علاقتهم ببعض كويسة جدا. معروف عن رغدة إنها كانت حبيبة الفنان الراحل أحمد زكي، وإن وقفتها جنبه في تعبه خلته كان هيتجوزها علشان كلام الناس عنهم، ودي تقريبا الفنانة الوحيدة اللي فكر يتجوزها بعد مراته الوحيدة هالة فؤاد وأم ابنه الراحل برضه هيثم أحمد زكي. لكن القدر كان أسرع من كل حاجة. رغدة دلوقتي ما عندهاش مانع إن حد يجسد سيرتها الذاتية في عمل فني، وبالنسبة ليها لو ده حصل هنشوف التفاصيل وهتاخد قرار. لكن بالنسبة لمذكرتها، هي ولا خدت خطوة في الموضوع ده ولا ما خدتش، وسايبة الحياة ماشية عادي لحد ما يكون في جديد ممكن يحصل من غير ترتيب. رغدة طبعا شاركت في أعمال فنية كتير، يا ترى ايه افضل دور بتحبوا ليها؟